مدد من قلعته. دي زيارة الجد الشيخ حماد ابن الأمير ابن محمد أبو الجعافر أخو الأمير حمد وجدي بأخميم محافظ السوهاج. يسكن مدينة أخميم القانط بأخميم من 850 سنة تقريبا. نعم بس مكتوب على المدخل برا. نعم ولد 1689 هجرية. مظبوط. يعني في واحد لقى الشيخ حماد في ده مقام الشيخ حماد ابن الامير حمد ابن محمد ابو الجعافر. ده المخطوط القديم دي. ده سنة كام تقريبا انت شيخ؟ سنة كام المخطوط دي؟ ما اعرف. ده بيطل على الشيخ كمال الدين السمر. كمال الدين ابن عبد الظاهر. ابن عبد الظاهر مش اخوه. ها تعقوص. مدد 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 مغر عدد مدد مغر عدد مدد مدد مغر عدد مدد. خلي بالك كل ما يقف قدامه هضحك صاحبه.